جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم، أهلا بكم. نبدأ هذه الجولة بصحافة الجمهورية ونطالع منها. الرئيس في حديث تاريخي للشعب في إطلاق استراتيجية مصر 2030 لن أسمح بتمزيق مصر، محاولات تجرى الآن للعبث بوحدة المصريين ومؤسسات الدولة والمجتمع. هدفي طمانة الشباب على الغد، أرفض إهانة أي مصري ومن يخطئ يحاسب. عقب لقائه شكري وزير الخارجية اللبناني يشيد بدور مصر في حال النزاع بليبيا ويؤكد تعاون القاهرة وأثينا ونيقوسيا يؤتي ثماره قريبا. صحيفة الأخبار، هذه مصر الجديدة في 2030، اقتصادنا رقم 30 في العالم، النمو 10% ولا أحد تحت خط الفقر، شقة لكل من يتقدم و100 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة. الرئيس يقدم كشف حساب 20 شهرا ويؤكد سلامني مصر نحميها، أسيسي سأظل أعمر بلدنا إلى أن تنتهي حياتي أو مدتي. العبث بالدستور عبث ببقاء الدولة. صحيفة الأهرام، خلال الجلسة الافتتاحية لرؤساء البرلمانات العربية، العربي الإرهاب ظهر بالمنطقة مع نشأة إسرائيل وقدوم العصابات اليهودية. تشغيل قناة شرق بورسعيد رسميا، رئيس الوزراء، القناة الجديدة تحول شرق بورسعيد لمركز لوجستي دولي يفتح فرصا عديدة للاستثمار. رئيس جمهورية الجابون في حوار خاص للأهرام، إفريقيا أرض الفرصة الكبيرة يسعى إليها العالم ولكن يجب أن نكسب معا. ومن اليوم السابع بيان الحكومة أمام البرلمان منتصف مارس، والنواب يفتحون النار، 10 حقائب وزارية على الأقل في حاجة للتغيير. صندوق تحيا مصر يعلن عن جمع 1,000,000 جنيه في اليوم الأول من مبادرة الرئيس السيسي. الأرصاد تقسم ماء للحرارة غدا وشبورة مائية صباحا، والعظمى بالقاهرة 26. وننتقل إلى مقالات الصحف المحلية، ومن رأي صحيفة الأهرام نطالع مقالا بعنوان مسؤوليتنا جميعا. يقول فيه الكاتب: لن تتوقف محاولات جرجرة الدولة المصرية إلى مستنقع الفوضى والعنف الذي غرق فيه وما زال العديد من الدول العربية الأخرى. وكشف الرئيس خلال خطابه أمس بمناسبة إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 عن تحول جديد في المؤامرة، وهو محاولة أحداث خلافات داخل الدولة والمجتمع. من المؤكد أن تلك المحاولات سوف يكون مصيرها الفشل، وسوف تنكسر على صخرة وحدة المصريين والتفافهم حول دولتهم. لذلك المطلوب من المصريين المزيد من الجهد والعمل، لأن نجاح مصر هو الذي سوف يسقط تلك المخططات وتبدأ قاطرة التقدم في التحرك صوب طريقها المرسوم لتحقيق التنمية المستدامة بإذن الله. إلى عناوين الصحف العربية، والبداية بصحيفة الشرق الأوسط ونطالع منها: تسابق دولي لإنجاح هدنة سوريا والرقة تترقب. السفير السعودي في بيروت للشرق الأوسط، ما قامت به الحكومة اللبنانية لا يكفي وعليها تصحيح الأخطاء. الكويت وقطر تنضمان إلى السعودية بمنع المواطنين من السفر إلى لبنان. السودان، الأمم المتحدة تبدي قلقها من الأوضاع للمدنيين الإنسانية. صحيفة الخليج الإماراتية، الحريري، حزب الله يعرض اللبنانيين لمشكلات ومخاطر في العالم العربي، ومغردون لبنان سينتصر على طائفية حزب الله. 100 نائب يعلنون تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني الليبي، وقبلر يدعو للتحلي بالصبر. طرد داعش من وسط صبراطة، وفرنسا تشن حربا سرية في ليبيا. القبس الكويتية، المعارضة السورية تؤكد التزامها بهدنة مؤقتة لمدة 2 أسبوع. طيران التحالف يقصف مواقع للميليشيات في صنعاء والحديدة. ليبيا، داعش يقتل 17 شخصا في صبراطة. استشهاد فلسطينية دخسا وإصابة ابنتها في قرية فصايل بالأغوار الجنوبية بالضفة الغربية.